مساء الورد والفل والياسمين عليكم مشاهدي بيت للكل، مشاهدينا في أوطاننا العربية. اليوم نتحدث عن شهر آذار المزدحم والمليء بكل ما لا نستطيع أن نحويه من مشاعر، ومن مطلق الأنوثة والأمومة لتعلن الأرض عن نفسها وتكتسي بأجمل ألوانها الربيعية الخضراء، ولتعلن عن أعظم أسرارها هي الأنثى والربيع والأم وكل ما هو جميل تعلنه الأرض في هذا الشهر. هي التي أرضعتنا الهوية والكينونة، وهي التي تستحق هذا العرفان منا. وهذه الحلقة من بيت للكل لنعلن عن هذا الشهر المزدحم بكل ما هو جميل يا إبراهيم. نعم صحيح ياسمين، المناسبات عظيمة جدا في هذا الشهر، وفي يوم الأرض نقول أن هذا الصمود الفلسطيني هو الأمل المعقود، وموقف الأردن دائما تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وستبقى فلسطين عربية. أما في معركة الكرامة في 21 من آذار عام 1968، فهي رمز للحرية والاستقلال، وتعتبر أحد أهم المعارك التي جرت على ضفاف نهر الأردن. وأيضا نتحدث عن الأم، كل عام وجميع الأمهات بألف خير، فهي الأم والخالة والعمة والأنثى، وهي التي تقدم دائما وتعطي، فهي كالأرض كما ذكرت ياسمين. الله يا إبراهيم، الله يا ياسمين. أنا كمان هاخدكم إلى الاحتفال اللي كان في مصر وأيضا في مارس، يوم 9 مارس يوم الشهيد. احتفلت القوات المسلحة والشعب المصري تخليدا لأرواح الشهداء، والحقيقة هذا اليوم يذكرنا أيضا باستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض واستشهاد الأبطال. هذا التخليد ليوم الشهيد لكم الدم وكم الكرامة والتضحية اللي دفعها الشهداء من أجل رفعة الوطن. تحيا مصر دايما وتعيش مصر دايما بكل شهدائها اللي دفعوا الثمن غالي، ومحدش أبدا في هذه البلد بينسى شهدائه أبدا. السيد الرئيس الحقيقة يوم 9 مارس وفي احتفالات القوات المسلحة وذلك في الندوة التثقيفية رقم 35، كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زوجة الشهيد رقيب محمد نبيل عبد الله، والذي استشهد في حرب أكتوبر 1973. والحقيقة يعني هذا التكريم كان ضمن الاحتفال أيضا بالأم المثالية، وهي كأم يعني قدمت يعني الغني والنفيس لهذا الوطن. تعالوا نشوف هذا الاحتفال وهذا التكريم، لنعود ونستكمل معكم هذه الحلقة الجميلة الخاصة بكل الإنسانيات الحلوة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تكريم الأم المثالية السيدة سهير علي عبد العزيز عبد الله، أرملة الشهيد البطل الرقيب محمد نبيل محمد قطب. كل سنة وانتي أمنا كلنا، كل سنة وانتي معاكي قلبنا، كل سنة وانتي فوق نجمة في السماء، كل سنة وانتي حبيبة ربنا. كل الشكر وكل التقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد وأسرة كل مصاب. والحقيقة أنا كنت عايزكم تبقوا دايما أقول إيه، أسمعكم الكلام اللي بيقولوه الأسر، الأهالي، الأب والأم والزوجة، اللي قدموا أبنائهم أو أزواجهم. يعني
كلام عجيب والله، كلام عجيب والله، إن هما بيتكلموا كده ويقولوا الكلام اللي أنا ما كانش ممكن أبدأ كلمتي غير ما أقول طالما في مصر شعب وأسر، وزي ما أنتوا شايفين كلهم أسرنا، يعني ناس كلها بساط زينا، لكن واللي راح سند وظهر وضنى وضنى أبدا، كل كلمة تتقال كلمة طيبة كلمة رائعة، مستعدين ونقدم أكتر، والأب يقول لي وأنا كمان، فمن فضلكم نحييهم. إذا مشاهدينا، الرحمة لكل شهداء وطننا العربي، وخاصة في العراق مررنا لأعوام طويلة ونقدم الشهداء من أجل تحرير الأرض العراقية، وأيضا فلسطين الصامدة لسنوات طوال من أجل تحرير الأرض الفلسطينية التي روت أرض فلسطين بدماء الشهداء، لولا الشهداء لما تواجدنا، وأيضا في الأردن ومصر حينما قاتل الجيش المصري في سيناء لتحرير الأرض المصرية أيضا. فالرحمة لشهداء العراق، ونقول كان لهم خطوة وصوت ومرمى ولغة جمعوها من الأزيز والصفق، وقصص تحكى عند بيوت المنتظرين، كانوا هناك الأفواه والمسامع، القلوب والمدامع، رسائل الحياة من أرض الموت، وشركاء حزن طين مدينتنا، فسطروا ما سيحكي للقادمين صوب مسقط الربيع حين أذن لساعة الصفر. الرحمة لشهداء العراق، ونفتتح هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من بيت للكل، ونحن في هذا الشهر، لكن لا يمكننا أن ننسى أو نتناسى الشهداء الأبرار الذين نحن اليوم متواجدون بسبب تضحياتهم الكبيرة.